السلام عليكم أعزائي متابعي قناة أبو أنا السفري، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله زينين أعزائي. اليوم جايب لكم برنامج كلش حلو، هياته قدامكم على الشاشة. هذا البرنامج خاصيته يشتغل على العام أو الصامت. مثلا إذا خليت موبايلك على الصامت تكوك الموبايل لمدة محددة، مثلا ايش قد تريد تكوكه يظل صامت، بعد المدة اللي تم حددها راح الموبايل اوتوماتيكيا يصير عام. ندخل على البرنامج، هيا شاشة البرنامج قدامكم بسيطة كلش وسهلة. تشغيل الاشعار، اذا تشغيل الاشعار راح لمن يصير عام يطلع صوت رنة او اي شيء انه ينبهك يقول لك الموبايل صار عام. اذا ايقاف الاشعار مجرد يصير عام بدون ما ينبهك. هاي الألوان اللي أنت تختارها بكيفك، أي لون تختاره للبرنامج. نجي نخلي موبايلنا على الصامت، طلعت لنا هاي الشاشة. من هنا تقدر تزود الصوت وتنقصه. 15 دقيقة مثلا تريد كوكا، أو تكوكا مثلا ساعة 45 دقيقة، أنت شوف هيك ترفع وتنزل بالعداد. تخلي مثلا 15 دقيقة وتدوس على كلمة شش، هاي مكتوب هنا تضغط عليها فالموبايل تم إيقاف رنتك إلى كذا دقيقة. فبعد انقضاء مهلة الصامت أوتوماتيكيا البرنامج راح يصير عام. برنامج كلش رهيب. مثلا إذا تريد تدخل مسجد أو تدخل دائرة حكومية أو تدخل مدرسة أو أي دائرة وتريد تخلي موبايلك صامت، حتى إذا طلعت من الدائرة أو المسجد اللي تدخل لها ما تنسى موبايلك. إذا نسيت موبايلك صامت هذا البرنامج ينبهك أنه موبايلك صار عام ولا تهتم. قبل لا ننهي الحلقة أرجو منكم التعليق والإعجاب، واللي ما مشترك خليه يشترك بالقناة ويفعل الجرس. وأي شيء ما تفهموا من الشروحات اللي قاعد أشرحها لكم اكتبوا لي بالتعليق، مثلا كذا برنامج أو كذا شرح ما فهمنا، أرجو أن تعيد لنا الشرح بالتفصيل. وهي وأني خادم لكم، أعيد لكم الشرح ونزل لكم أكثر من مقطع على أي برنامج أي شرح تردوه. البرنامج متوفر على سوق بلاي، راح أخلي لكم الرابط مالته على أسفل الفيديو حتى يسهل عليكم تحميل البرنامج. إلى هنا ننهي حلقتنا أعزائي المتابعين، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.